بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث عن عبد الله بن بحينة أن نسبة إلى أمه مثل عبد الله بن أم مكتوم، ففيه أناس ينسبون إلى أمهاتهم، وفيهم من الصحابة، وهو عبد الله بن مالك بن القشف الأزدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج عضديه عن جنبيه في الركوع والسجود. هذا دليل على استحباب هذه الصفة، وأن الراكع والساجد لا يلزق عضديه بجنبيه، بل يفرج بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك حتى يرى بياض أبطيه، لأنه كان إماماً وليس بجانبه أحد. أما إذا كان بالصف بجانبك أحد فإنك تفرج بقدر الإمكان، ولا تضايق من بجانبك مثل ما يفعل بعض الناس، يضايق من بجانبه. وإذا لم يتمكن من التفريج فلا بأس أن يلزق إذا كان الصف مزدحما في زحمة شديدة. هذه سنة، ما هي واجبة، التفريج ما هو واجب، سنة. ومضايقتك لمن بجانبك هذا أقل أحوالها أنه مكروه أو محرم. فالمهم أنك إذا تمكنت بدون مضايقة لأحد، كما إذا كنت تصلي وحدك مثلا، أو تصلي إماما ما بجانبك أحد، أو تصلي في الصف والصف ليس فيه ضغط ولا زحمة، فإنك تفرج حتى يكون لأعضائك حظ من العبادة، ولا تعتمد ببعض أعضائك على بعض، يكون كل عضو يأخذ حظه من الركوع والسجود. هذا هو المستحب. نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد قبل أن يدخل ينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذن أزاله، وإلا صلى فيهما، وإلا فليصلي فيهما، ليصلي فيهما. وفي حديث ثالث أن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، فدلت الأحاديث على الصلاة في النعلين، لكن بشرط ألا يكون فيهما نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع خفيه وهو يصلي، فخلع الصحابة خفافهم، فلما سلم أخبرهم أن جبريل أخبره أن فيهما أذى، أن فيهما أذى يعني نجاسة، وأن هذا هو الذي سبب أنه خلعهما صلى الله عليه وسلم. إذا كان في النعلين نجاسة فلا يصلي فيهما، أو الخفين. أما إذا كان طاهرين فيصلي فيهما، لكن هل هذا من باب الإباحة أو من باب الاستحباب؟ على قولين، بعض العلماء يقول هذا من باب الإباحة، ومباشرة المصلى بالرجلين أفضل من الصلاة بالنعلين، لأن عدم الانتعال يحصل به مباشرة المصلى، فيكون الصلاة فيهما من باب الإباحة. وبعضهم يقول
إن الصلاة في النعلين مستحبة للأمر بذلك، وأنه مخالفة لليهود فيكون مستحبا، ولكن لا بد من مراعاة الأحوال. فإذا كان الناس لا يعتادون الصلاة في النعلين، ويجي واحد يصلي في نعليه بالمسجد ويشوشون ويحصل بذلك استغراب، فإنه لا يفعل ذلك، لأن التأليف وعدم التشويش مطلوب، وهو لم يترك واجبا وإنما ترك مستحبا أو مباحا. فإذا كان يحصل تشويش والناس لا يعرفون هذا الفعل، فإنه يتألفهم ولا يصلي في نعليه. أيضا في وقتنا الحاضر المساجد تغيرت عن وضعها السابق، كانوا في الزمان السابق إلى عهد قريب كان المساجد رمل أو حصبة ما فيها فرش، وكانت لا تتأثر بالنعال، يدخل الناس بالنعال وبعضهم يصلي فيها ولا تتأثر المساجد لأنها رمل مفروشة بالرمل أو بالحصبة. أما الآن كما ترون المساجد مبلطة ومفروشة ومنظفة، فلو أن الناس يدخلون بنعالهم يصلون فيها توسخت، فتراعى الظروف والأحوال. إذا كان المكان غير مناسب للصلاة في النعال لكونه مفروشا ومنظفا فإنه يراعى ولا يصلى في النعال. أما إذا كان المكان قابلا، إن يعني كان من الرمل أو من الحصبة، فلا مانع من ذلك. نعم. صلى الله عليك. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا فيه بيان ما يجوز في الصلاة، فيه بيان ما يجوز في الصلاة، وأنه يجوز للمصلي أن يحمل شيئاً وأن يضعه وهو يصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو حامل بنته طفلة صغيرة وهي بنته أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جدها صلى الله عليه وسلم، وأبوها العاص بن وأبوها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس القرشي، كان على دين قومه ثم أسلم هداه الله للإسلام، دخل في الإسلام رضي الله عنه. فالحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يحمل الشيء ويضعه وهو يصلي، يحمل الطفلة أو الطفل، لا سيما إذا كان هذا الطفل يبكي أو يستوحش فيأخذه معه من أجل أن يستأنس ولا يبكي. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، فيه تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام حتى مع الصغار والأطفال. الشاهد منها أنه يجوز للمصلي أن يحمل الطفل أو الطفلة في أثناء الصلاة، وأن يضعها وأن يرفعها وهو يصلي، هذا مما يجوز في الصلاة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا وفيه أيضا دخول الصبيان في المساجد، فيه جواز دخول الصبيان في المساجد إذا ضبطوا ولم يحصل منهم أذى للمسجد أو للمصلين، يجوز دخولهم في المساجد، وأن يكونوا مع أوليائهم إذا ضبطوهم لا مانع من ذلك، لأن أمامة بنت زينب دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم، هذا كما سبق فيه الأمر بالاعتدال في السجود، إذا سجد الإنسان يعتدل بأن يرفع أعضاءه
يسجد على الأعضاء السبعة كما سبق، ويرفع يديه ولا يبسطهما على الأرض كبسط الكلب ذراعيه، لأن هذا من التشبه بالحيوانات. قد نهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا. يرفع ذراعيه كما سبق أنه نهي عن التفات كالتفات الثعلب، وعن بروك كبروك البعير، وعن نقر كنقر الغراب، وعن افتراش كافتراش الكلب. سبعة أشياء ذكرها بعض العلماء مجموعة من الأحاديث، كلها فيها النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. نعم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة هي السكون، الطمأنينة هي السكون وانقطاع الحركة وعدم السرعة في الصلاة، عدم السرعة والنقر في الصلاة، هذه هي الطمأنينة، وهي ركن من أركان الصلاة وتجب في جميع الصلاة، في حال القيام وحال الركوع وحال السجود وحال الجلسة بين السجدتين. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لو تركها لم تصح صلاته، وهو الذي ينقر الصلاة ويخففها تخفيفا مخلا ولا يطمئن فيها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. هذا حديث المسيء في صلاته، وهو الحديث المشهور عند العلماء، يسمونه حديث المسيء في صلاته. دخل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فهذا فيه مشروعية الجلوس في المساجد لذكر الله عز وجل ولطلب العلم والتعليم، وكان أصحابه حوله، كان أصحابه حوله جالسين يتلقون منه العلم. فدخل هذا الرجل وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل وصلى، هذا فيه دليل على أن من دخل المسجد وهو يريد الجلوس أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مشروعية السلام على الجالسين وعلى الماشين، وعلى إفشاء السلام، هذا من أعظم شعائر الإسلام، وهو يزيل البغضاء من النفوس ويزيل الأحقاد، وله آثار طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام كلمة طيبة تورث المحبة بين الناس وتنزع البغضاء، أنك إذا سلمت على أخيك فإنه يطمئن إليك ويفرح بك ويحبك، خلاف ما إذا لم تسلم عليه فإنه يكون في نفسه شيء. السلام فائدته عظيمة،
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا فيه إنكار المنكر، أن من رأى منكرا فإنه لا يسكت بل يأمر بإزالته، وفيه تعليم العلم، تعليم الجاهل. فإذا رأيت على إنسان قصورا في عبادته فإنك تنبهه على ذلك ولا تسكت، تقول ما علي منه، ذنبه على جنبه كما يقولون. لا، ما يجوز هذا، أنك ترى واحد من إخوانك على خلل في دينه ولا تعلمه، لكن لا تعلمه بطريقة منفرة أو تقول له أنت ما تحسن، أنت جاهل، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ النابية، بل بلطف. بلطف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل فإنك لم تصلي. أنا قال له: أنت ما تحسن، أنت جاهل، أنت كذا، أنت كذا، صل فإنك لم تصل. كلمة طيبة. ثم ذهب، عاد وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام. هذا فيه مشروعية رد السلام ولو تكرر. ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد الرجل وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فقال له: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. عند ذلك توقف الرجل وقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. الرجل احتاج إلى التعليم واعترف بالجهل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا فيه وجوب تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد، ولو أتى بلفظ غير التكبير، كان يقول لا إله إلا الله أو أستغفر الله أو ما أشبه أو سبحان الله، لم يكفي هذا، بل لا بد من أن يأتي بالتكبير فيقول الله أكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كبر أي قل الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا مجمل يفسره الأحاديث الأخرى أن المراد قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن. الفاتحة تتعين قراءتها، وهي ركن، قراءتها ركن من أركان الصلاة، وما زاد عليها في الركعتين الأوليين فهو مستحب. هذا معنى ما تيسر معك من القرآن، كما يأتي في الأحاديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالمراد قراءة الفاتحة، هذا لا بد منه، وما تيسر معها من القرآن. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، هذا بالإجماع. وأما في حق المأموم فهذا فيه الخلاف كما يأتي. ثم اركع حتى تطمئن راكع. الركوع ركن من أركان الصلاة، ولا بد فيه من الطمأنينة، بأن ينحني ويجعل يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة مفرجا بين أصابعه، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه وحياله لا يخفضه ولا يرفعه، هذا الركوع، ويطمئن فيه. أم مجرد ينحني ثم يرتفع على طول؟ لا، ما يكون هذا هو الركوع المطلوب، لعدم الطمأنينة فيه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما. الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو أنه رفع ثم ركع على طول ولم يعتدل ترك ركنا من أركان الصلاة، لا تصح صلاة. ولا بد من الطمأنينة في الاعتدال، كان صلى الله عليه وسلم يمد الاعتدال حتى يقال إنه قد أوهم أو قد نسي، يطيل عليه الصلاة والسلام. ثم اسجد يعني على الأرض حتى تطمئن ساجدا، كما هو في الركوع، لأن يسجد على الأعضاء السبعة، الجبهة مع الأنف
واليدين والركبتين وأطراف القدمين كلها يضعها على الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكرها صلى الله عليه وسلم. ويطمئن في السجود، هو إذا وصل الأرض ارتفع، لا، يبقى ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى، يكرر ويدعو، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني بين السجدتين. والاعتدال بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. ويطمئن فيه فلا يرفع ثم يسجد على طول، ترك ركنا. إذا رفع من السجود ثم سجد مرة، سجد الثاني على طول ولم يعتدل جالسا، فإنه لا تصح صلاته، لأنه ترك ركنا، بل ترك ركنين، ترك ركنين، ركن الاعتدال وركن الطمأنينة بين السجدتين. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في بقية الصلاة، الركعة الثانية مثل الأولى والثالثة والرابعة، كلها على هذا النمط. فدل هذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأن نقر الصلاة يبطلها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صل فإنك لم تصلي، صل فإنك لم تصلي، فدل على أن نقر الصلاة يبطلها ولا تصح. فلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان، كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم لهذا الرجل ولغيره من الأمة إلى أن تقوم الساعة. قالوا: وهذا الحديث اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الواجبات في الصلاة، وهناك أشياء مستحبة ومشروعة لكنها مكملات. ما يأتي في الأحاديث الأخرى من صفات للصلاة فإنها زيادات مكملة. وهذا الحديث فيه بيان الصلاة المجزئة، بيان الصلاة المجزئة. فالعلماء اعتمدوا هذا الحديث على أنه بيان للصلاة المجزئة الصحيحة، وأن ما زاد على ما ذكر فيه فهو من المكملات، وقد يكون التكميل واجبا وقد يكون مستحبا. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس، وأنه يعلمهم بالحكمة والرفق، وفيه مشروعية السلام ورد السلام، وفيه تكرار السلام إذا حصل فاصل، بين السلامين من صلاة أو افتراق أو غير ذلك، يكرر السلام كما كرره هذا الرجل، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه. وكل ما كثر السلام فهو أفضل، لأن هذا من إفشاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فجعل من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام. فالسلام له تأثير عجيب في المسلمين، بين المسلمين، وتركه يسبب نفرة، لأنه لو لقيك واحد ولا سلم عليك صار في نفسك عليه: ليه ما سلم علي؟ وش رأي علي؟ هذا ينتقدني أو هذا يبغضني. فإذا سلم انحلت هذه العقد وهذه المشكلات، وهي كلمة يسيرة ما تكلف شيء، ولها هذا المفعول العظيم الطيب. ينبغي إفشاء السلام، ومن سلم عليه يجب عليه الرد. الابتداء بالسلام سنة، ورده واجب. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. نعم. باب القراءة في الصلاة. حتى الكافر إذا سلم عليك ترد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم، يرد عليه، فكيف بالمسلم؟ نعم. باب القراءة في الصلاة. نعم. باب القراءة في الصلاة. نعم. في الحديث المسيء الذي مر: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما هي هذه القراءة؟ يبينها في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه. في هذا الباب. نعم. عن عبادة بن الصامت. باب
باب القراءة في الصلاة. نعم، يعني حكم القراءة، قراءة القرآن في الصلاة. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أن المراد بذلك قراءة الفاتحة، هذا لا بد منه، وما زاد عليها فهو مستحب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، سميت فاتحة الكتاب لأنها افتتح بها المصحف، كتابة المصحف، فأول سورة في المصحف هي الفاتحة، تسمى أم القرآن، تسمى أم القرآن لأنها تجمع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم، كل معاني القرآن الكريم ترجع إلى الفاتحة، ولذلك صارت الأم، وتسمى بالرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن اللديغ الذي قرأوا عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قال: وما أدراك أنها رقية؟ فهي الرقية، وتسمى الكافية، تسمى بالكافية، ولها أسماء كثيرة تدل على عظمتها، وهي أفضل سورة في القرآن، هي أفضل سورة في القرآن، وأفضل آية أو أعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم سورة هي سورة الفاتحة، وأعظم آية هي آية الكرسي، والله جل وعلا يقول، وتسمى أيضا السبع المثاني، قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي السبع المثاني لأنها سبع آيات. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: لا صلاة أي لا تصح صلاة، النفي هنا لنفي الصحة، لنفي الصحة، لنفي الأصل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أنها ركن. وهل يكفي قراءتها في ركعة أو لا بد من قراءتها في جميع الركعات؟ لا بد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة، ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة، وإن قال بذلك من قال من العلماء، وهي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، هذا بالإجماع. وأما المأموم فقد اختلفوا هل تجب عليه أو تكفي قراءة الإمام، على أقوال وقال كثيرة، فعند الإمام البخاري والشافعي وجمع من المحدثين أنها فرض على المأموم، ولا تصح صلاة المأموم حتى يقرأ بها، لهذا الحديث وللأحاديث الآتية، لكن يقرأها في سكتات إمامه، ولا يقرأ والإمام يقرأ فيحصل التشويش، بل يقرأها في سكتات إمامه، وهي ركن، أو تركها لم تصح صلاة. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنها مستحبة في حق المأموم، مستحبة في حق المأموم وركن في حق الإمام، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينصت. وذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنها ركن على المأموم في الصلاة السرية، في الصلاة السرية. وأما الجهرية فتكفي قراءة الإمام لأن المأموم يستمع، الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن استمعوا له، فإذا قرأ الإمام جهرا فإن المأموم يستمع، ويكفي هذا، يكفي الاستماع. وهذا هو أعدل الأقوال، وهو الذي تجتمع به الأدلة، أنها تجب على المأموم في الصلوات السرية، ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية اكتفاء بقراءة الإمام. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. وهناك أقوال في قراءة الفاتحة كثيرة، منهم من يرى أن قراءتها مستحبة مطلقة، ومنهم من يرى أن لا
أن الصلاة تصح بدونها، الخلاف كثير، لكن هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر الأقوال. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث اشتمل على مسائل. أولاً، فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر، من العصر، من المغرب، من العشاء، صلاة الفجر، فيقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن. وأما في بقية الصلاة، الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة، في الثلاثية أو في الرباعية، فإنه يقتصر على الفاتحة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أنه في بقية الصلاة، وهي الركعة الثالثة في الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية، يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. هناك من يرى أنه يقرأ بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخيرتين، ولكن مذهب الجمهور، وهو الذي يدل عليه الدليل، أنه لا يشرع. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية، المسألة الثانية في الحديث أن الصلاة يطول في أولها، في الركعة الأولى تطول من الظهر، من العصر، من المغرب، من العشاء، من الفجر، تطول الركعة الأولى ويزاد فيها بالقراءة. وأما في الركعة الثانية فتكون أخف من الأولى. هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل في الأولى من الظهرين والمغرب والعشاء والفجر، ويخفف في بقية الصلاة. هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، عرفنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات، يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات في أول الصلاة، في الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن. والعلماء فصلوا فقالوا يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والمفصل أوله قاف على المشهور، وآخره سورة الناس، وطواله من قاف إلى عم، وفي المغرب من قصاره، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وفي البواقي كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، كالظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المفصل، وأوساطه من عم إلى الضحى، هذه أوساط المفصل. وفي بعض الأحيان يقرأ في المغرب من الطوال. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الطور، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، هذا الذي سمعتم، قرأ في المغرب بالطور، وقرأ مرة بالمرسلات، وقرأ مرة بسورة ألف لام ميم صاد كاملة، قرأها كاملة، لكن هذا في بعض الأحيان، ما هو دائما. الغالب أنه في المغرب يقرأ بقصار المفصل، وقد يقرأ أحيانا بسور طوال في المغرب، لكن هذا ليس هذا هو الصفة الدائمة منه صلى الله عليه وسلم. قرأ في الطور في المغرب، وقرأ بالمرسلات، وقرأ في الأعراف، لكن هذه أحوال غير كثيرة. فإذا فعل الإمام ذلك بعض الأحيان لا بأس، ولم يشق على المأمومين. والقراءات تختلف،
من الناس من لو قرأ القرآن كله ما تمل من قراءته لسهولتها ولذاذتها وإتقانها، ومنهم من لو قرأ سورة الإخلاص صارت أطول من البقرة لأنه ما يحسن القراءة ويمطط ويعني يخرج القراءة عن أصولها بالتمطيط ورفع الصوت وإلى آخره. فالقراءات تختلف، القراءات تختلف، وعلى الإمام أن لا ينفر الناس كما يأتي في قصة معاذ، على الإمام أن لا ينفر الناس بل يراعي أحوالهم ويتألفهم، يتألفهم ما ينفرهم ولا يشق عليهم بل يتألفهم، هذا هو الذي ينبغي للإمام. نعم. ولكن الآن ونقولها بمرارة، كثير من الأئمة هجروا المفصل، صاروا لا يقرؤون منه أبدا في جميع الصلوات، إنما يقرؤون من أول القرآن أو أوسط القرآن أو يشقون على الناس، مع أن المفصل آياته خفيفة يعني قصيرة الفواصل وفيها التوحيد والعقيدة، لأنها نزلت في مكة، لأن المفصل نزل في مكة، والذي نزل في مكة السور المكية تعتني بالعقيدة والنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. ولكن كثيراً من الأئمة اليوم وخصوصاً حدثاء الأسنان تجنبوا القراءة من المفصل أبداً. لماذا؟ لأن الأولين يقرؤون بالمفصل وهم يحبون يخالفون الأولين، هذه مصيبة، يعني هذه مصيبة أنهم يتجنبون القرآن علشان الأولين، ما يصلح الكلام هذا. الإنسان يعمل بالسنة، يعمل بالسنة ولا يحمله أنه يحتقر الأولين أو العلماء على أنه يخالفهم، هذا شر، هذا يدل على شر. اللي ينفر من العلماء ومن أعمالهم ومن بل ينفر من السنة علشان العلماء وعلشان الأولين ينفر من السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه ما هي بعلامة خير. فنحن ننبه على هذا، إنه ما ينبغي هذا العمل وهجر المفصل وأنه ما يقرأ منه في الصلاة. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه أنه في السفر يخفف القراءة عليه الصلاة والسلام، يقرأ بالتين والزيتون في السفر، وفي حديث آخر قرأ بسورة الزلزلة، فكان في السفر يخفف القراءة، لأن السفر كما تعلمون يحتاج إلى التخفيف، ولذلك تقصر فيه الصلاة تخفيفاً عن المسافر. فهذا الحديث فيه أن الصلاة في السفر تختصر فيها القراءة ولا تطول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون، وفيه تحسين الصوت بالتلاوة، ما سمعت صوتا أحسن من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه أن تحسين الصوت بالقراءة مطلوب وحسن الأداء مطلوب، لأن هذا يشوق إلى القرآن ويلذذ السامعين بالقرآن فيحسن القارئ صوته. وليس المراد بتحسين الصوت التمطيط والتكلف في القراءة حتى ينفر المأمومين، ما هو هذا هو المطلوب، المطلوب تحسين الصوت بأن يكون الأداء حسناً وبصوت حسن يحسن صوته به. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته في القرآن. ما أذن الله في شيء، ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن. فتحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب، وليس المراد التكلف والمد الزايد وتكرار الآيات، بعضهم يمد لما ينقطع أنفسه ثم يعود ويجيب الآية مرة ثانية لأنه انقطع أنفسه ولا كملها، فيشق على المأمومين ويشق على نفسه، فيقرأ قراءة معتدلة لا هذ وسرعة ولا تمطيط، وإنما تكون قراءة معتدلة متوسطة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة، يقف على رؤوس الآيات عليه الصلاة والسلام،
ويقرأ قراءة مفسرة ويمد، لكن المد الذي لا يصل إلى حد المبالغة، يمد الرحمن والرحيم لكن ما يصل إلى حد المبالغة كما يفعل بعض الإخوان. هم إن شاء الله عن اجتهاد ويريدون الخير، لكن ينبغي أنهم يتفطنون لهذا الأمر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم، هذا حديث عظيم فيه أن هذا الأمير على السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، كان يصلي بهم، كما هو المعروف إن القائد والأمير هو اللي يصلي بمن معه، فكان يصلي بهم وكان يقرأ من القرآن ويختم القراءة بقراءة سورة الإخلاص في كل ركعة، يكررها، يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد قبل الركوع. فتعجب الصحابة من هذا العمل، ولكنهم لم ينكروا عليه بل صبروا إلى أن جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا، فقال لأنها أي سورة الإخلاص صفة الرحمن، صفة الرحمن، لأن الله وصف فيها نفسه بصفات الكمال ونزه نفسه عن صفات النقص، فهي مشتملة على النفي والإثبات. قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، فهي جمعت بين النفي وهو نفي النقائص عن الله وإثبات الكمال له سبحانه، الأحدية والصمدية. قل هو الله أحد الله الصمد صفات كمال، وهي خالصة في التوحيد، خالصة في التوحيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن على ثلاثة أقسام، إما توحيد وإما أحكام وإما أخبار، أخبار عن الله وعن الرسل وعن الأمم وعن ما يأتي في المستقبل. القرآن ثلاثة أقسام، إما أحكام شرعية الحلال والحرام وإما توحيد والنهي عن الشرك وإما أخبار عن الماضي والمستقبل وعن الله وعن الغيب، عن أمور الغيب، يخبر الله جل وعلا فيها عن أمور الغيب. فسورة الإخلاص أخذت القسم الثالث وهو التوحيد، فصارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، في فضلها تعدل ثلث القرآن في فضلها. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا كبيرا اسمه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الفاتحة تعدل ثلث القرآن، وبين فيها رحمه الله فضائل هذه السورة ولماذا عدلت سورة القرآن، عدلت ثلث القرآن. فهذا الرجل كان يحبها ويكررها، فهذا فيه دليل على مسائل. مسألة الأولى قالوا فيه جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة بعد الفاتحة، يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بسورتين مثل ما فعل هذا الرجل، هذه واحدة.
الثانية فيه دليل على فضل سورة الإخلاص، وأن حبها، أن هذا الرجل لما أحبها أحبه الله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا فيه فضل سورة الإخلاص، وسميت بالإخلاص لأنها أخلصت للتوحيد. والمسألة الثالثة فيه إثبات صفة الرحمن عز وجل، إثبات الصفات لله عز وجل التي ينكرها أهل الضلال، فهذا فيه إثبات الصفات للرحمن سبحانه وتعالى، وإثبات الأسماء له جل وعلا، وهو ما ينكره أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم. معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه، معاذ الصحابي الجليل العالم الزاهد التقي الذي هو أفضل علماء الصحابة رضي الله عنه، كان يصلي بأصحابه، وكان يحب القرآن ويحب تلاوة القرآن، ولكنه من محبته لتلاوة القرآن كان يطيل القراءة في الصلاة، شق عليهم، وذلك أنه في صلاة العشاء قرأ بسورة البقرة في صلاة العشاء، وجاء رجل معه نواضحه، أي الإبل التي يسني عليها، فأوقفها وجاء ودخل في الصلاة، فلما رأى أن معاذا يستمر في القراءة خشي على نواضحه أن تضيع، فنوى الانفراد، انفرد وأكمل صلاته وسلم، ثم ذهب إلى نواضحه. فلما بلغ معاذا رضي الله عنه أنكر عليه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى معاذا ووبخه، مع فضله ومكانته وبخه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية أخرى: إن منكم لمنفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهذا فيه دليل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، بل يتوسط ويراعي أضعف، يعتبر الأضعاف. شوف، مسألة مهمة، أن الإمام يعتبر الأضعف ممن وراءه ولو كان واحدا، ما يشق عليهم علشان الضعيف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يطيل الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمة، فالرسول يراعي أضعف الناس، وكذلك الإمام يجب أن يراعي أضعف الناس الذين يصلون خلفه، ولا يراعي الأقوياء، ما يراعي الأقوياء، يراعي الضعفاء، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. الدين يسر ولله الحمد، لا إفراط ولا تفريط. النبي يرغب أن يطيل الصلاة لكن يخففها من أجل مراعاة أحوال المأمومين رحمة بالأمة. فإذا كان الإمام فيه خير ويحب القراءة وتطويل القراءة، هذا شيء طيب، لكن يعترض هذا أنه يشق على الناس، ومشقة على الناس لا تجوز، فيراعي المأمومين. هناك من الإخوان الأئمة هداهم الله من يجتهد اجتهادات ويمشي عليها ولو شقت على الناس، لا، هذا ما يصلح، عليه أنه يراعي أحوال المأمومين. وفي الحديث أن صلاة العشاء يقرأ فيها من أواسط المفصل، فإن السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، هذه من أوساط والشمس وضحاها، هذه من أوساط المفصل. والقضية حصلت في صلاة العشاء، فدل على أن صلاة العشاء يقرأ فيها أوساط المفصل. أما الفجر فتطول فيها القراءة، ولذلك سماها الله قرآن الفجر لأنها تطول فيها القراءة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين آية إلى المئة، يطيل الصلاة، وكان يدخل فيها بغلس حيث الناس ما يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، يعني قد أسفر النهار، دل على أنه يطيل الصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا ما قاله العلماء، قالوا يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في العشاء من أوساطه، ويقرأ في المغرب من قصاره. نعم. باب ترك الجهر. نعم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نقف عند هذا، والليلة القادمة بكرة ما فيه درس. نعم. صلى الله عليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يحمل الطفل في الصلاة والطواف والسعي وعلى الطفل حفاظة وقد يكون فيها بعض النجاسة ولكنها لا تظهر؟ نعم، لا بأس بحمل الطفل إذا كان يحمل في الصلاة، فكيف لا يحمل في الطواف والسعي؟ يحمل، لا بأس. وإذا كان محفوظا ولا يخرج منه شيء، محفوظ ولا يخرج منه شيء، فلا حرج في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الصلاة السرية هل يجب قراءة عدة سور صغيرة أم سورة واحدة؟ لا بأس، مخير، إن شاء قرأ سورة واحدة وإن شاء جمع عدة سور، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في الصلاة في التسبيح والدعاء؟ ما حكم رفع الصوت في الصلاة في التسبيح والدعاء؟ لا، ما يرفع صوته في التسبيح والدعاء، يرفع صوته بالتكبير والتسميع. أما التسبيح في الركوع والسجود فيكون سرا، كذلك الدعاء يكون سرا، ما يجهر به. نعم. إلا في دعاء القنوت في الوتر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت في طريق وحضرت الصلاة ومعي ابنتي الصغيرة غير المميزة، فهل يجوز أن أكون أنا وإياها في الصف الأول؟ ما في مانع إذا ضبطتها ولم يحصل منها أذى، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هذه أمامة طفلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة وهو الإمام، يجوز أن تكون في الصف الأول أو الثاني، أو لكن بشرط أن وليها يضبطها من الأذى. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يمسح من لبس جوربين فوق بعضهما؟ هل يمسح على الأول أو الثاني؟ إذا لبسهما جميعا أو لبس الثاني قبل بداءة المسح يمسح على الأعلى، أما إذا لبس الثاني بعد ما مسح على الأول فلا، يتعين المسح على الأول، فإذا أراد يمسح يخلع الجديد هذا ويمسح على الذي بدأ المسح عليه. ومما يجب التنبيه عليه من بعض الأئمة وفقهم الله، استعمال الميكروفون، يسرفون في استعماله، يجعله قوي جداً بحيث أنه يشق على أسماع المأمومي، لأن الصوت أكبر من أسماعهم، معلوم أن الصوت إذا صار مرتفعاً يؤثر على السمع، ينبغي أنه يخفض الصوت، يخليه بوسط، لا يخليه خافت ولا يخليه مرتفع جداً، يشق على الناس وعلى المأمومين، ولا داعي لرفع الصوت أكثر من الحاجة. أنت المطلوب منك تسمع من خلفك، حتى لو قرأت بدون ميكروفون وهم عدد قليل يسمعونك، فإذا استعملت الميكروفون هذا لا بأس به، وهو نعمة من الله مساعد على تبليغ القرآن، لكن
لا يستعمل بإسراف، يستعمل باعتدال. بل إن بعضهم هداهم الله يجعل مع المكروهون زيادة صدأ، يجعل معه زيادة صدأ، وهما خلفه إلا صف واحد يمكن ما فيه إلا عشرة أنفار. هذا معناه أنه يريد الطرب، ما هو يريد الله، ما يصلح هذا. الصلاة ما هي بعبث، الصلاة عبادة، الصلاة طمأنينة وسكون وهدوء، ما يكون فيها أصوات مزعجة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها استحباب قراءة سورة الإخلاص بعد قراءة ما تيسر من القرآن في الفريضة بدليل فعل الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ إذا كان هذا بمحبة لها مثل محبة هذا الصحابي فلا بأس، إذا كان أنه يجد في نفسه محبة لها وفهما لمعناها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وفي جماعتي بعض كبار السن، فإذا قمت الصلاة وهو موجود خففت، وإذا لم أره أطلت بدون مشقة، مثل أن أقرأ بسورة عمّة في العشاء في الركعتين، أو البروج في الركعة الأولى والطارق في الثانية، فيتضايق بعض الجماعة من ذلك، فيتضايق الجماعة من ذلك من فعلي، فهل فعلي فيه تنفير مع العلم أني أقرأ بترتيل مثل قراءة أئمة الحرمين؟ أي نعم، فعلك يصير فيه تنفير إذا طولت الصوت ومددت وتبي تقلد أئمة الحرمين، هذا يشق عليهم، فعليك بالاعتدال وعدم التنفير والقراءة المتوسطة اللي ما هي بهذ وهذرمة ولا هي بتمطيط، ولا تقلد أحد. وشو له تقلد فلان وفلان؟ أنت أعطاك الله صوت وأعطاك معرفة بأحكام القراءة، ولا هو بأحسن التقليد، تقليد الأصوات ما هو بأحسن، تمثيلية اللي تصير، صرت تقلد صوت فلان هذه تمثيلية. أما إذا كنت تقتدي به في إتقان القراءة لا بأس، تقتدي به في إتقان القراءة وحسن الصوت هذا طيب، أما أنك تجيب مثل صوته ونبرته هذا يصير تمثيلي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر بعض العلماء أن ما ورد في حديث المسيء ركن وهو المجزئ في الصلاة، وما عداها فلا، فلو أن المصلي ترك التسبيح في الركوع هل تجزئ صلاته؟ لا ما تجزئ، لأن التسبيح واجب، التسبيح في الركوع والسجود واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ونحن قلنا لكم إن ما زاد على حديث المسيء فهو مكمل، إما تكميل واجب، تكميل واجب، وإما تكميل مستحب، والتسبيح في الركوع والسجود من التكميل الواجب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي في قيام الليل أن أقرأ جهرا بصوت عالي؟ هذا بحسب الأحوال، إن كان ما عندك أحد يتأذى من نائم أو تال أو مصلي، ما عندك أحد يتأذى بجهرك، فالجهر أفضل في الليل، الجهر في الليل أفضل، إلا إذا كان عندك أحد يتأذى بالجهر فتسر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل يكثر من الحركة في الصلاة فهل تبطل صلاته بذلك؟ نعم، إذا كان لغير حاجة، إذا كانت الحركة من غير جنس الصلاة وكانت لغير حاجة وكانت متوالية فإنها تبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أكمل التعليق على شرح الطحاوية، وهل تنصحون بقراءة الكتاب؟ الكتاب معروف، شرح الطحاوية كتاب جيد، كتاب مرغوب عند أهل العلم، ومؤلفه من تلاميذ ابن كثير كما يظهر مما ذكره في أثناء الشرح، إنه من تلاميذ الحافظ ابن كثير، وابن كثير تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من سلالة طيبة، والشرح موثوق عند أهل العلم. نعم، بعض الملاحظات على المتن ما هي على الشرح، في بعض الملاحظات على المتن، وهذه نبه عليها والحمد لله.
شيء نبه عليه الشارح وشيء نبه عليه غيره من الشيخ ابن باز أو غيره. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا صليت وأنا لابس الحذاء. نعم. إذا صليت وأنا لابس الحذاء. نعم. وبعد انتهاء الصلاة وجدت نجاسة في الحذاء، فهل أعيد الصلاة؟ هذه قاعدة افهموها. إذا صليت على ثيابك نجاسة أو على نعالك ولم تعلم بها أثناء الصلاة، وإنما علمت بعد ما صليت، صلاتك صحيحة، لأنك معذور بعدم العلم، صلاتك صحيحة. أما إذا تنبهت لها في أثناء الصلاة، فإن تمكنت من خلع ما هي فيه من النعل أو الغترة أو البشت، إن تمكنت من خلعه تخلعه، وإذا لم تتمكن فإنك تخرج من الصلاة وتزيل النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة لمن يصلي قاعدا في النافلة خاصة، ما هي صفة الجلوس؟ هل الأفضل بالنسبة لمن يصلي قاعدا في النافلة خاصة، ما هي صفة الجلوس؟ هل الأفضل كما الجلسة بين السجدتين أو التربع، وما هي صفته؟ كلاهما جائز. إذا صليت جالسا في النافلة أو في الفريضة ولم تقدر على القيام، فأنت مخير أنك تتربع أو تجلس مفترش أو متورك، المسألة بالخيار والحمد لله، ما فيها تعين صفة معينة في الجلوس. نعم. صلي جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض جالسا، ولم يبين كيف يجلس، دل على أنه يجوز على أي صفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نقل في بعض الجرائد المحلية عن أحد مسؤولي التربية والتعليم بأن حذف باب الولاء والبراء من المناهج كان هذا بالاتفاق مع المشايخ والعلماء، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب وافتراء. المشايخ والعلماء ينكرون هذا الشيء، ينكرون هذا الشيء، ويطالبون بإعادة الولاء والبراء، وإن شاء الله سيعاد إن شاء الله. أما أنه يقول أنه باتفاق العلماء، هذا كذاب. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المسلمات في فرنسا منعن من ارتداء الحجاب. نعم. يقول: المسلمات في فرنسا، نعم، منعن من ارتداء الحجاب، فهل تنصحونهن بالهجرة مع ذويهن من هذه البلاد، أم ماذا عليهم؟ أفيدونا مأجورين. حتى لو ما منعنا من الحجاب، إذا كنا يقدرنا على الهجرة، الهجرة واجبة، لا يجوز للإنسان يبقى في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجرة، لأن الله توعد الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، توعدهم بأشد الوعيد. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل يقول: لو كان الإمام أحمد في عهد بني إسرائيل لكان نبياً من أنبيائهم، فما الرد على مثل هذا القول؟ هذا هذيان، هذا هذيان من مجنون، لا يجوز هذا الكلام، هذا من الغلو، هذا من الغلو والإطراء الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله. الإمام أحمد إمام جليل بلا شك، وهو إمام أهل السنة وكبير المحدثين، هذا لا شك فيه، لكن ما يقال أنه يمكن يكون نبي. نعم. أحسن الله. يعني هذا اقتراح على الله أنه يجعل الإمام أحمد نبي، اقتراح على الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو اللي يختار الرسل والأنبياء، ولا يقترح عليه أحد يقال هذا يصلح للنبوة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من أحب سورة الإخلاص منا يحبه الله عز وجل؟ إن شاء الله، كما في الحديث: أخبروه أن الله يحبه، لما بيّن أنه يحبها قال: أخبروه أن الله يحب. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أحب الله وأحب صفاته وأحب أولياءه أحبه الله عز وجل، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله للعبد لها أسباب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للنساء التفريج بين اليدين في السجود؟ العلماء بعضهم يقول لا، المرأة تنظم، تضم نفسها لأنها عورة،
وبعض العلماء يقول ما فيه مانع أنها تفعل هذا، لأنه ما فيه دليل على أنها تختلف عن الرجل، ما فيه دليل على أنها تختلف عن الرجل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجزئ تحية المسجد في الليل بركعة واحدة بدلا من ركعتين؟ لا، تحية المسجد ركعتان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. نعم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلنا نقتصر على ركعة واحدة. هذا في الوتر، هذا في الوتر أقله ركعة. نعم. وبعض العلماء يقول حتى النافلة تجزي بركعة واحدة، ولكن الأدلة من السنة تدل على أن الركعة الواحدة إنما تجزي في الوتر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل للإمام إذا أقيمت الصلاة أن ينبه الناس بإطفاء هواتفهم الجوالة بعد أو قبل تسوية الصفوف بشكل دائم لما تحدثه من إزعاج أثناء الصلاة من رنين أو أنغام موسيقية محرمة؟ نعم، الإمام ينبه المأمومين على كل ما فيه تشويش على المصلين أو فيه خلل حتى من غير الجوالات، ينبههم على ذلك ويقول لهم: استووا، اعتدلوا، سدوا الفرج. وإذا كان فيه أحد يشوش عليهم يقول له، يقول: لا تشوشون بكذا وكذا. نعم، عليكم السكينة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.